ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات هنا مع انطلاقة وتحديات في يومنا الثاني من مهرجان ولي عهد دبي. انطلاقة موفقة نتمناها للجميع. أعلنت في هذه اللحظات انطلاقة شوطنا العاشر الذي خصص للجعادين الحقائق. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نتقدم مع المركز الأول أتابع الصدارة والمقدمة في هذه اللحظات. أتابع صدارة الأسماء مولعة مبارك بن عامر بن سعيد الغفيلي من يتقدم ويقدم مولع المركز الأول مباشرة إلى ثاني المراكز. النادر مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي يقدم النادر من على المركز الثاني. والمركز الثالث شعار بن عمان القادم مع صايب سالم بن سعيد بن عمان المهيري. والمركز الرابع أتابع في هذه اللحظات تقدم وحضور من قبل نهاب القادم. المركز الرابع يتقدم المتحد لحمد بن محمد بن هويم العامري. والمركز الخامس في هذه اللحظات يتقدم مودع لعلي بن راشد بن سعيد لبريس المري. والمركز السادس يتقدم في هذه اللحظات لهب لعبد الله بن علي بن مبارك النيادي. والسابع مراكزنا يصل الخروف لعوض بن علي بن عبد الله البلوشي. المركز التاسع المركز الثامن عفوا أتابع الأسماء القادمة وأول الواصلين غريب لمحمد بن سالم بن راشد المزروعي. والتاسع مراكزنا شايم لراشد بن سالم خلفان الكعبي. وعاشر المراكز السرب القادم لراشد بن علي بن رشيد الاشتبي. هكذا هي النتيجة وندانا الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة القادمة في مهرجان ولي عهد دبي على أرضية تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم. عودة مع البداية عودة مع المقدمة صايب 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 سالم بن سعيد بن عمان المهيري. هنا يقدم صايب على المركز الأول. المركز الثاني مودع القادم علي بن راشد بن سعيد لبريص المري القادم أحد الأشقاء القادمين من المملكة العربية السعودية. المركز الثالث المتحد لحمد بن محمد بن هويمل العامري. والمركز الرابع شايم راشد بن سالم بن خلفان الكعبي. وخامس المراكز أتابع شعار الخروف عوض بن علي بن عبد الله البلوشي القادم مع الخروف. وكذلك الاسماء القادمه غريب غريب محمد بن سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي قادم شعار بن رقراقي في هذه اللحظات. وكذلك السرب علي بن رشيد شعار راشد بن علي بن رشيد هنا القادم الاشتبي. ولكن اعود الى البدايه اعود الى شعار صايب 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 الثمانمائة متر الأخيرة وصايب على المقدمة. ولكن من الجانب الآخر شعار البريسي القادم مع مودع وشعار بالرشيد القادم والتكريب القادم لياسر بالصغير بن عبد الله المالكي القادم في هذه اللحظات. هنا يقدم وينطلق مع تكريت على المركز الثاني. نسناس على المركز الثالث لحمد بن علي بن شطيط القادم الوهيبي على ثالث المراكز. ولكن المقدمة مودع بدأ يودع هذه الأسماء مودع على الصدارة على المقدمة. ما شاء الله تبارك الله. ها هو مودع على المركز الأول لعلي بن راشد بن سعيد البريسي المري.
تهانينا والناموس إلى الأشقاء بالمملكة العربية السعودية على فوز مودع بالمركز الأول، وتهانينا والناموس لعلي بن راشد البريس المري. المركز الثاني تكريت لياسر بالصغير بن عبد الله المالكي، والمركز الثالث وصل السابع لحمد بن محمد بن سهيل بن وديمه العامري، والمركز الرابع الفارس الحمود بن عبد الله بن شامس المحاربي، والمركز الخامس كان الدخول جماعي. ما شاء الله تبارك الله، عوده مع التوقيت الزمني وشعار مودع وشعار البريسي المري علي بن راشد، هنا شعار بالرايه ما شاء الله من قدم انطلاقات وتحديات دي مودع في هذا المساء الرياضي. 5:49.6 من الثانية، تهانينا وناموس لعشاق ومحبين شعار بالراية. المركز الثاني وصل تكريت لياسر بالصغير بن عبد الله المالكي، وتوقيتها الزمني 5:51 بالوفائي والتمام. المركز الثالث السابع اللي وصلنا لحمد بن محمد بن سهيل بن وديمة العامري، توقيته الزمني 5:51.4 من الثانية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين.